بلباسهم الأسود وأقنعتهم والأسلحة، انسحب المسلحون من 8 مدارس تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا داخل مخيم عين الحلوة. فبعد 2 شهر من احتلالهم المدارس، خرج مسلحو الشباب المسلم وكذلك مسلحو حركة فتح، وانتشرت مكانهم القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة المؤلفة من عناصر يمثلون كل الفصائل والقوى الفلسطينية. وتمركزت القوة داخل المدارس وخارجها في رسالة طمأنة باستقرار الأمن هنا. استلمنا كل مدارس الأونروا، حطينا المجموعة الأمنية على أبواب المدارس. هلأ ضايل الخطوة الثانية، القيادة السياسية تبلغ إخواننا بالأونروا أنه تم إخلاء المدارس، وهن بعدين بتكفلوا بإجراء ما يلزم للمدارس من إصلاحات لإن شاء الله ليكمل العام الدراسي بخير وسلاسة. غادر المسلحون وانتشرت عناصر القوة المشتركة، لكن هذا لا يعني أن الأونروا ستكون قادرة على تشغيل المباني هذه من جديد، فالأضرار هنا لا تحصى ولا تعد، والمدارس باتت هياكل متصدعة بفعل القذائف والرصاص. بعدين بدها تفوت فرق نزع الألغام والأجسام غير المنفجرة، وبعدين بدنا نعمل مسح للأضرار. بعد مسح الأضرار ببين معنا قد ايه تكلفة إعادة الإعمار أو تصليح المدارس، وهيدي كلها بده يترتب عليها كلفة مالية مش متوفرة لدى الأونروا. انسحاب المسلحين سيشكل اختباراً لمدى الجدية في تثبيت وقف إطلاق النار، فسكان المخيم باتوا عاجزين عن تحمل أي خروقات أمنية جديدة. اجتمعت كل الأطراف على تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحب المسلحون من مدارس الأونروا ليحل بذلك أحد أبرز تعقيدات الملف. وتظل العين على تسليم المطلوبين أو تسوية ملفاتهم لسحب فتيل أي توتر مستقبلاً قد ينعكس على المخيم كاملاً. جويس الحشخوري، العربي، من تخوم مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان.